أهلا بيكم في الفيديو السادس من محاضرتنا عن الـ Teaching and Learning Resources. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الكتب والمقالات، واتكلمنا عن الفيديوهات، واتكلمنا عن السلايدز أو الشرائح العرضية، شرائح العرض. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الصور كمادة علمية أو مادة مساعدة. الحقيقة طبعا ما نقدرش نهمل أهمية الصورة وقد إيه الصورة ممكن تجمع معلومات، ويمكن المقولة المشهورة إن الصورة تساوي 1000 كلمة. الحقيقة ما نقدرش ننكرها أو نهملها أبدا. الصور بتدي فيجوال إفكت، مش ممكن الصورة، على فكرة لما بقول صورة بشكل عام أقصد some graphical content. الجرافيكال كونتنت ده ممكن يبقى صورة، زي ما انا مثلا مستخدم في البرزنتيشنز بتاعتي هنا بستخدم صور مرتبطة بالمعنى، مجرد انه يديك فكرة عن المعنى. لكن ممكن الصور يكون فيها مادة علمية، زي صور الخلايا، صور الأشجار، صور الحيوانات، صور التشريح واللي بيستخدم في كتب الطب، صور اي حاجه بقى. صوره، الصوره نفسها عباره عن ماده علميه مش ماده مساعده بس. فطبعا الفيجوال افكتس بتاعتها ما نقدرش نهملها. طبعا الريتشنس بقى اللي بتاخدها في المعنى، سواء باضافه معنى لما تبقى الصوره ماده اضافيه او ماده مساعده، او لما بتدي الصورة نفسها وتبتدي تتكلم عنها، أسهل بكتير من لما تقعد توصفها وتشرحها. طول عمر الإنسان بيستخدم الصور في نقل المعلومات. النهاردة ربنا قدرنا وقدرنا يبقى عندنا صور دقيقة لحاجات ممكن تبقى حاجات مهمة، إيفن حاجات ممكن نلقطها بالمايكروسكوب. كل دي حاجات صعب جدا وصفها بالكلمات، الصورة ممكن تغني عن كلام كتير يوصفها بيه. لكن من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها طبعا، انت وانت بتختار الصورة، وبالذات الصور اللي هي بتستخدم كمادة مساعدة، ان بعض الصور ممكن تكون فيها، مش عايز اقول اهانة، بس اتليست استفزاز لبعض الناس. بعض الصور مثلا ممكن تكون تاخد على شاطئ البحر، وناس متحبش تشوف ناس لابسه مايوهات. صورة زي اللي انا مستخدمها هنا، وانا اتعمدت استخدم صورة فيها نكتة على المسلمين يعني، او العرب في امريكا، ان واحد النكتة دي نفسها اعتبروها very offensive المسلمين في امريكا. كده احنا حطينا هنا وبنضحك عليها مع بعض، لكن لو انا راجل امريكاني والصورة دي بعرضها، probably هدايق كتير من المسلمين اللي في امريكا او في اوروبا مثلا. فيبقى انت خلي بالك من الصور اللي بتستخدمها، ان ممكن بعض الصور تكون فيها استفزاز او اهانه لبعض الناس. وده يمكن اهم حاجه بالنسبه لموضوع الصور، واللي جبنا للنقطه اللي قبل الاخيره اللي هنتكلم فيها، وهي الناس كمصدر من مصادر المعرفه ومصادر المعلومات. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن الصور، اتكلمنا عن اهميتها في اضافه المعنى والقيمه العلميه، لكن حذرتك من الصور اللي ممكن يكون فيها حاجه تستفز او تضايق الناس. يمكن من الحاجات اللي ما قلتهاش ممكن تستفز وتضايق، مثلا لو ان انت طبيب وبتتكلم في ماده طبيه، ماده علميه طبيه، وابتديت تستخدم صور ل مرضى او عمليات جراحيه او لازم تاخد بالك ان الحاجات دي مش معموله للجنرال بابليك، مش المفروض اي حد بيتفرج عليها. ليس فقط لان ده في نوع من انواع الاستهانه بخصوصيه المريض، لكن كمان المستمع بشكل عام، انا كراجل مهندس قد اتضايق قوي من منظر صورة في عملية جراحية، أو صورة لعضو مبتور مثلا من جسم إنسان أو. فهنا برضو تاخد بالك، وده حاجة من الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منها، إن إحنا ما نأذيش حد من اللي بيتفرجوا أو من أصحاب الصور نفسهم.
نتكلم في الفيديو الجاي إن شاء الله عن الناس والناس كمصدر من مصادر المعلومات وأهميته وعيوبه علشان نكمل المجموعة بتاعة مصادر التعليم والتعلم. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.